مرحبا بك. في سلسلة أشهر القضايا نقترح عليكم اليوم عودة على أشهر القضايا العالمية اللي تعرضنا لها، وبالأخص عودة على أشهر الشخصيات اللي عرضت لكم تفاصيل حياتهم في ولد ليقتل. أشهرهم يجيونا من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أشهرهم على الإطلاق ثلاثة أسامي نلقوا منهم طبعا أكيد تيد باندي، نلقوا منهم الشهير بعد نتفليكس بالأخص دامير، ونلقاو منهم أكيد زادا الزودياك. ثلاثة قصص متاع هذه الشخصيات المثيرة اللي لليوم كل ما يتعمل عليها من وثائقيات، من أفلام، من مسلسلات يلقى رواج كبير، لأن الناس تحب تفهم شنو اللي صاير في مخاخهم. ثلاثة قصص نقترح عليكم اليوم في أشهر القضايا من الولايات المتحدة الأمريكية. متابعة طيبة. مرحبا بكم، سعيد بلقائكم في سلسلة جديدة من المحقق، لكن السلسلة هذه مهتمة بالقضايا العالمية، سلسلة المحقق ولد ليقتل مع نقطة استفهام. باش نتعرضوا إلى مجموعة من الجرائم الكبرى اللي عرفها العالم، جرائم كبرى عملوها شخصيات35. بعض المحققين يطلعوا بالرقم 50، البعض الآخر يوصل به للمئة.
علاش ما نعرفوش الرقم الحقيقي للضحايا متاع تيد بندي؟ على خاطره ما كانش يحسب. باختصار كان يقتل وما يحسبش، واللي صعب عمليات الحساب هي واحدة من الخصائص متاع عمليات القتل متاع تيد. تو نحكي لكم عليها بعد شوي. هذه الأسباب اللي خلت تيد بندي شهير والأشهر، واللي زاد خلاه مشهور هو أنه رغم القضايا اللي متهم فيها باش يهرب من الحبس مرتين، مرة طريقة سهلة شوية باش يهرب من المحكمة وقت شدوه المرة الأولانية بلاش منوت، مشى باش يتعدى من المكتبة تاع المحكمة باش ياخو كتب باش يدافع على روحه، خاطر هو قاري حقوق ينجم يدافع على روحه بما أنه قاري حقوق ما يستحقش المحامي، ومشى على أساس باش يهز كتاب قانون. هو من غاد قعد 5 أيام برك، مش باش يطول باش يتشد من بعدها. لكن المرة الثانية تاع هروبه هي لي غريبة عجيبة، باش يعدي أشهرة وهو قاعد ينقب في السقف متاع بيت الحبس متاعه باش يتعدى للتهوئة متاع البيت، وباش من غادي يمشي 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 في وسط الكاناليزاسيون يهبط في بيت واحد من العساسة، وباش يستغل أنه ليلتها كانت فما عاصفة لحظة الحبس ويهرب. يهرب ويرتكب بعد الهروب الثاني أبشع جرائم عملها في حياته. لكل هذه الأسباب تيد بندي هو أشهر قاتل متسلسل عرفته أمريكا وربما العالم. تحبوا تعرفوا شنو عمل وكيفاش كان يعمل بالضبط؟ مرحبا بكم في المحقق ولد ليقتل، هذه حلقة تيد بندي السفاح الوسيم. الحكاية تبدأ في السنوات 70 في الولايات المتحدة الأمريكية. سنوات 70 اللي يلزمكم تعرفوا عليها أنها سنوات الهيبي، انتشار الهيبي في أمريكا ثم بعد ذلك في العالم، حتى عنا في تونس ظهروا شوية بعد سنوات. الهيبي هو نمط متاع عيش متاع مجموعة من الشبيبة خاصة اللي كانوا ضد التقاليد، ضد النظام، ضد القوانين، ضد كل الحكايات المنظمة المسكرة الكذا، وكانوا يظهروا خاصة في اللبسة نتاعهم. كانوا زادة ضد الحرب، ضد الحرب اللي كانت ماكلة الدنيا وقتها، حرب الفيتنام. كانوا عندهم مبادئ وأفكار تحريات وتحرر وحقوق وغيرها، وشيخات وجو وكذا، هذا كله مع بعض. وهذا بالطبيعة كان منتشر برشا خاصة في الجامعات الأمريكية، ومنها جامعة سياتل في ولاية واشنطن. ماناش في العاصمة واشنطن دي سي، احنا في ولاية واشنطن في جامعة سياتل. كانت زادة كما بقية الولايات اللي موجودين فيها الطلبة منتشر فيها هذا الفكر، والطلبة عايشين في طلبة ما بيناتهم تيد بندي. الجامعة
مرحبا بكم. حلقة جديدة من المحقق، سلسلة القضايا الدولية. حلقة ولد ليقتل، السلسلة اللي نرجع فيها على أشهر القتلة المتسلسلين في العالم. واليوم باش نرجعوا على واحد من أشهرهم، بل ربما أشهرهم، مع تيد باندي. هو زاد باش يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الجرائم كانت من الغرابة بمكان، لأنه ما زال كيف خرج فيما يتعلق بها السلسلة متاع نتفليكس، السلسلة هذه، السلسلة اللي عاملة نسب مشاهدة قياسية في أكثر من 70 دولة. دامير هذا هو اسمها، سلسلة ترجع على قصة جيفري دامير. بين 18 سنة وال31 سنة باش يعمل سلسلة من الجرائم البشعة الغريبة العجيبة، مش باش يخلي شنو، مش باش يعمل بالضحايا متاعو، من تصويرهم ثم من بعد قتلهم ثم من بعد لأكل لحومهم. هذيك علاش حب خاصة في الحلقة هذه الحقيقة ننبه أصحاب القلوب الرهيفة، وننبه خاصة إذا كان فما صغار اللي قاعدين يتفرجوا، راهو المحتوى بالخصوص بالخصوص متاع الحلقة هذه لا يمكن أنه يتقبلوه الناس الكل، لأنه محتوى صعيب شوية، رغم أني باش نحرص أني حاول نوريكم شنو اللي صار، لكن من غير ما ندخلوا في ياسر تفاصيل اتقلق. حكايتنا تبدأ في صيفية 1991، احنا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، موجودين في الويسكونسين، وتحديدا في الميلوكي، في هالبلاصة هذه اللي تعرفت أنها بلاصة موجود فيها نسبة إجرام كبيرة ياسر، موجودة فيها نسبة فقر كبيرة ياسر. خاطر للي ما زال فيكم ما يعرفش، الولايات المتحدة هي من البلدان اللي فيها طبقية واضحة، أحياء كاملة تلقاها فقر وميزيريا وإجرام كبير، وأحياء أخرى تلقاها أحياء راقية بعيدة على المشاكل هذه الكل. احنا إذن في واحد من أتعس الأحياء اللي تنجم تلقاها في الولايات المتحدة الأمريكية، واحنا في واحد من الليبار متاح، موجودين ثلاثة أصحاب، ثلاثة رجال قاعدين يحكيوا مع بعض، وفجأة ادخل رجل آخر في الثلاثينات من عمره، قدم لكم جيفري، جيفري دامير. جيفري يخدم في واحد من المراكز متاع الدم، تبرع بالدم وتحليل الدم وإلى ما ذلك، وأوقات فراغه وخاصة في الليالي ديما هكا يدور من بار البار تقريبا. لقى مجموعة الشباب هذوما قعد بحذيهم، بدأ يحتسي في مشروبه وبدأ يحاول يتجاذب معاهم الحديث، وبشوية بشوية انطلقوا في الكلام بينات بعضهم، إلى أن باش يستدعاهم يجيوا بحذيه للدار باش يكملوا السهرية. لكن الحكاية مش باش تروق لهم برشا، ما عندهم علاش يمشيوا للدار، ماذا بيهم يكملوا يقعدوا في هذه الحانة. باش يلح جيفري، باش يلح خاصة أنه باش يقولهم اللي هو مغروم بالتصوير، مغروم بالتصوير متاع الأجساد البشرية، يحب يصور
اللي بدنيت متاع العبيد وخاصة متاع الرجال، هذا هو مغروم بالفن التجريدي. نفس الشيء، الحكاية ما أقنعتهمش، ولا على الأقل ما أقنعتهمش الكل، خاطر فيهم واحد باش يوافق، باش يوافق بعد ما يقترح عليه جيفري أنه يخلصوا، باش يقولوا باش تجي باش نعملوا 3-4 تصاور وباش نخلصك، باش نخلصك $50. تريسي إدواردز اللي نحكيه عليه مش باش يكون من رافضين، وبالعكس بيقول بيه سويعتين من زمان، واحنا في التسعينات 91 $50 مش شوية، فكالحق الفقر والميزيريا اللي موجودة فيها الحياة ذاك بالنسبة لشخص عنده 6 صغار في رقبته باش يقرر انه يمشي معاه. باش يمشيو للشقة متاع جيفري دامير، الشقة 213 موجودة في بنية قديمة تعيسة كئيبة شوية. طالعوا للشقة، وصلوا للباب، حل جيفري الباب وهو داخل. تريسي بشي تصدم بالريحة اللي قاعد يشم فيها. شنو الريحة اللي مش عارفها شنو، ولكنها قوية بصفة لا تطاق ولا تتصور، وما عرفش لشنو ينجم يشبهها. شنو الريحة هذه؟ ريحة جيفة على ريحة شنو اللي عندك في الدار يا أخي؟ تلاقي عندي شوية الحم ولا برشة الحم الحقيقة، بعثولي بابا، أما بقال برا من الفريجيدير، احنا في جويليا يا أخي، انتن بون مازلت ما خرجتوش وطيشتو، تيتاو بعد نطيشو بيه، على الاقل حلنا شويه الشباك خلينا نتنفسو. لا الشباك لا خلي سيب الشباك، الجيران ما يحبوش. حلك الكليماتيزور، واش نعمل بيه الكليماتيزور في وسط الريحه والدنيا والشباك مسكر؟ تيتاو تمشي الريحه تاو تستانس بيه، يجي يقعد شدك برد. وش بدلو كعبة بيرة وعطاه يشرب وقعدت. أي بيه خلينا نعملو تصاور ونمشي على روحي. بيه بشوية تو نعملو تصاور، شد اشرب ساعة في عقلك وتو نعملو تصاور. عطاه المشروب الأول والمشروب الثاني وبدأ يسأل فيه، شنو أحوالك؟ أي لاباس سافا؟ أي لاباس لاباس سافا، نسانا فيك وقتاش باش نبداو نصوروا برا؟ هيا عاد ما عادش وقت، خلينا نصوروا ونمشي على روحي. باهي بشويه تو نصوروا، خد نزيدوا نشربوا شويه. زيد شد هذاك، ومن كاس لكاس ومن دبوزه لدبوزه وهو يسال فيه لاباس سافا شنو احوالك؟ حتى اللي بدا يشوف فيه يترهوج، هاي لاباس، وصوته يرخ وعينيه بدات تتغمض، وهو كيكا ويجبد جيفري دامير منوت ويشد له يديه، والاخر يكون يعقل وعينيه تتحل ويتفجع ويخزر له في شبيك في شنو قاعد تعمل. كلمه لا، وباش نعملوا تصاور؟ هاي ناحية سورية باش نبدأ نصور. تريسي بدأ يدخل فيه الرعب، وبدأ العرق يتصبب من كل بلاصة، ومش فاهم بالضبط السيد هذا اللي عينيه بدأت تتبدل وغزرته بدأت تتبدل، ماهوش يفهم ايش بيه. وبدأ يرجع له اللي شافه على أول ما دخلوا للأبارتمون، مش شافوا يسكر في الكوب متاع الباب متاع الابارتمون، 3 كوب يسكر فيهم، في بالو حاجة عادية، أما يظهر أنه فما حاجة كبيرة تستنى فيه. وفعلا بعد ما ناحى السورية متاعو باش يجبد، جيفري سكينة كبيرة
وبش يطلب منه أنه يمشي للبيت الأخرى. في بيت النوم بش يبدأ يشوف تريسي تابلوات غريبة عجيبة في البيت، تابلوات على بدنات مصورة، دي تخص بدن من الفوق مصور، واحد فيه دم، واحد بحذاه الدم، وغادي في البيت هوك قاعد يشوف فما برميل أزرق، برميل أزرق، كل ما هو يقرب كل ما الريحة تكبر. إيش فيه زعم البرميل؟ أقعد فوق الفرش، قعد فوق الفرش وبدأ جيفري يسمع في قلبه. شو بيه قلبك يضرب بالقوي لهالدرجة؟ خايف؟ عندكش علاش تخاف؟ أنا بعد شوية بش نشقلك على صدرك، بش ناخو قلبك، بش نطيبه وناكل شوية منه. هكا بش يقول جيفري دامير لتريسي إدواردز. مش لازم نحكي لك عادة وقتها السيد في أنا وضعية كان، ما نحبش نقولك تخيل روحك في ربع هكا اشتر ربع الوضعية اللي هو فيها، مش لازم، اللطف عليك. لكنه بش يتمالك روحه من الأول، بش يحاول يعمل ردة فعل، لكن كي بش يلقى الآخر وين ما يدور وهو بالسكينة بش يحاول يتمالك روحه، وبش يقعد يخوله بهواه، وبشوية بشوية يتبع فيه، وهو يجي من هنا بش نصوره من هنا ويبدأ يصوره، وهو برا من غادي ويتبع فيه، حتى لين بش يستغل فرصة عدم انتباهه ويعطيه ضربة على راسه بيديه الاثنين، ويجري نحو الباب اللي مسكر الكوبة بثلاثة كوب، ويبدأ يدور في الكوبة، يدور في الكوبة، يخلط عليه. دامير يحاول أنه يمنعه من أنه يكمل يحل الكوب، يزيد يضربه ضربة أخرى باللي يلقاه في ديه بحذا الباب، يطيح دامير، يحل هو الباب ويفر، ويبدأ يجري، يبدأ يجري كالمهبول، لابس سروال وملوطة، يديه الاثنين مكتفين بالمنوت، وهو يجري في الكياس، يجري ويسيح، يجري ويسيح، حتى لين مش تعرضوا دورية أمنية. قاعد بين يحكي ويبكي ويصيح ومش عارف شنو اللي صاير له، ويقول لهم راهو فما مجرم، راهو حب ياكلني. العناصر الأمنية الدورية فيها زوز باش يمشيوا معاه فورا على عين المكان باش يمشيوا للشقة 213 ويحل الباب. جيفري دامير وكأن شيئا لم يكن، وهي على السلامة، تفضلوا شنو تحبوا. السيد هذا كان معاك وجاي يشكينا من اللي انت كنت تعمل فيه معاه. يتلفت له وقال له هاي هاي صاحبي هاي هو كنا مع بعضنا ماك تعرف معنا مورا. مش يبدأ هو يصيح ويعيط تريسي ويطلب من الأمن أنهم يدخلوا يشوفوا الشقة. والأمنيين بالضغط متاعه هو بش يقولوا جيفري هاي تخلينا ندخلوا نشوفوا الشقة متاعك، ها وقال لك عندك فيها حاجات ودم وتصاور معارضته باش تكون شديدة من الأول، وباش يقول لهم ما عندكمش الحق وما عندكمش الحق تدخلوا لي للدار وما عندكمش الإذن بالتفتيش. ولكن من بعد باش يتمكنوا الاثنين من أنهم يدخلوا للبيت، وباش يكتشفوا اللي هالشقة هذه في الحقيقة هي مجزرة ارتكبت فيها مجازر، تقتلوا فيها برشا ناس.
وبش يتم إيقاف جيفري على عين المكان. مش شيء اللي بش يلقاوه هما والبوليس سيونتيفيك بش تتجند كل وسائل الإعلام تقريبا على الفور في ليلتها في 22 جويلية 1991. أمريكا بش تعرف واحد من أكبر المجرمين في تاريخها. في البرميل الأزرق تذكروا اللي حكيت لك عليه اللي كان موجود في بيت النوم متاعه، البرميل الأزرق بش يلقاو فيه بقايا أكثر من جثة بشرية قاعدة تتحلل في اللاسيد. في الفريجيدير بش يلقاو ريوس مقصوصة ومحطوطة، بش يلقاو دبابز مخلل فيها أعضاء بشرية. السيد هذا بديل جرائم متاعو عنده برشا، بديل جرائم متاعو عام 1978، ويلزمني نحكي لكم كيفاش بدات الحكاية. عمره وقتها 18 سنة. جيفري دامير تو بعد نرجعوا على طفولته كي نسألوا هل ولد ليقتل، لكن وقت اللي كان عمره 18 سنة الوضع مكهرب ياسر في وسط دارهم، باش ما نقولش انه ما عادش فما وضع اصلا. بوه غادر امه عنده مده، داير ام جيفري اللي عمره ما عاش معاها بوه بصفه طبيعيه بما انها امراه مريضه وتعاني من الاكتئاب، وقتها غادرها تماما ومشيخ ذا امراه اخرى، وهي زاده ما كانتش من العكسين، هجرت الدار ومشيت عاشت مع راجل اخر. النتيجه دار العائله قاعد يعيش فيها جيفري دامير. عمره 18 سنه، فتره نتاع اكتشاف، واحد يكتشف فيها روحه. في الفترة هذيك في الوقت اللي قاعد يشوف جيفري في أصحابه اللي قاعدين يعرفوا في فتياته وبناته يتعرفوا عليهم، هو لقى أنه ميولاته ميولات أخرى. ومن هنا باش تنطلق الجرائم امتاعه، من هنا باش يلقى حسب ما بش يقول من بعد نوع من الكيف واللذة في أنه بعد اغتصاب الضحايا امتاعه أنه يقتلهم وأنه يأكل من لحمهم. الجريمة الأولى بش تصير في حق السيد هذا، نحكيه على ستيفن هيكس اللي عمره 18 سنة واللي باش يقتلوا دامير في دار العائلة في 1978. ثم من بعد بوه باش يقول له راهو باش يبيع الدار وباش يخرجوا من الدار، يقول له هاكا عندك مماتك برا عيش بحذاه، رانا باش نبيعوا الدار. وهذاك اللي باش يعملوا دامير باش يمشي يعيش بحذا جدته، جدته عندها سوسول معناها اللوطة تحت الدار، أخطتهول قتلوا هاوكا شيخ روحك، هاوكا أثثوا ريقلو وتحت ذمتك، امرأة كبيرة تتحرك بالسيف وهو عنده السوسول، وفي السوسول باش يعمل سلسلة من الجرائم. قبل ما نقدم لك شكونهم بالضبط ضحاياه، جرائمه كانت تصير ديما بنفس الطريقة، يخرج يمشي الوحدة من الحانات يقابل فيها شكون يقترح عليها انه يروح معاه للدار يكملوا السهرية، في الدار يعطيه يشرب معاه، في الكيس متاع الشراب متاعه يحط له مخدر، بعد ما يشرب هو ويتخدر ينطلق دامير في العمايل متاعه. العمايل اللي فيها حاجات تنجم تصعب على التصديق، كان عنده مثلا شينيول ينقب به ريوس الضحايا
باش من بعد يحط فيه الأسيد. هو كان يتصور من خلال هذه العملية أنه بسولي عنده القدرة أنه يسيطر على الضحايا، ويبدأ يحكي معاهم، يعني في باله باش يقعدوا حيين ويوليوا تحت سيطرته. حتى واحد فيهم بالطبيعة ما بقى حي بالشينيول. ثم بعد ذلك ضحية على ضحية، كل واحد شنو ياخو من أعضاؤه، واحد ليأخوله قلب ويخلل، واحد ليأخوله صوابع، واحد ياخو كل واحد وشنو. ثم من بعد عادة يتخلص من الجسد الكبير الترس، يحطه في الأسيد باش يذوب، وإلا يلوحه، وإلا يكنجلوا في الفريجيدير. سلسلة كبيرة من الضحايا باش يقوم بقتلهم بالطريقة هذه في دار جدته. والضحايا هذوما هما الناس هذ: ستيفن تومي 25 سنة عام 1987، جيمس دوكستاتور 14 سنة عام 1987 زادة، ريشار غيريرو 22 سنة عام 1988، وأنتوني سيرس 24 سنة عام 1989. رغم أنها مرأة كبيرة، جت كبيرة، أما حاسة الشم لاباس كل مرة، وهي تشم في غرايب وعجايب اللي جاية من البيت اللي عايش فيها ولد ولدها. يا ولدي في شنو قاعد تعمل، يا ولدي كيفاش، يا ولدي كذا. حتى شي ماماتي قاعد نجرب في حكايات على الحيوانات الميتة، نعمل في تجارب، ماك تعرف أنا نختم في الدم واحد، معناها نعمل في عمليات على نجيب فار ولا نجيب سيسمو هذاك أكلي في الشجر إكيغاي ولا سنجاب، ولا نجيب حاجة ونشرحه. مرة الأولى، الثانية، الثالثة، اللي قررت أنها تكلم بوه، اتصلت بيه وقالت له راو اللي يعمل فيه ولدك ما نعرفش عليه شنو، ما شوف شني حكايته، راو أنا مخوفني. وبوه جاي للدار، بوه اللي هو فارماسيان، باش يهبط للبلاصة اللي عايش فيها ولده، بوه باش يفهم اللي فما حاجة غير طبيعية قاعدة صايرة. يعرف مليح الروايح، يعرف مليح ريحة الأسيد، يعرف مليح السائل اللازج هذايا اللي هو يشبه للجلد شنو زعما ينجم يكون. ما حبش يدخل في برشة تفاصيل مع ولده، ولكنه طلب منه أنه يغادر دار مامته. أمتك ما هيش ناقصة وما تجعل هيش راسها ويعيشك، أخرج من دار مماتك. ودمير مش بش يكون من العكسين، وبش يخرج من دار مماته وبش ينطلق يعيش فين؟ أي في الشقة 213، شقة 213 اللي باش يواصل فيها سلسلة الجرائم متاعو في حق السادة هذوما: إرنست ميلر 22 سنة 1990، إيرول لينسي 19 سنة 1991، أنتوني هوغيس 31 سنة 1991، كونراك سينتاسومفون 14 سنة 1991، دافيد توماس 22 سنة 1991، كورتيس ستروتر 17 سنة 1991، مات تورنر 20 سنة 1991، أوليفر لاسي 24 سنة، جويليا 1991، جيريميا ويمبرغر 23 سنة جويليا 1991، جوزيف برادهوفست 25 سنة جويليا 1991. في المجموع 17
ضحية، 17 ضحية باش يتم اكتشاف بقايا بدوناتها، أجزاء منها، البعض منهم سنوات بعد ما تقتلوا. الكلهم باش تلقاو في 3 بلايص اللي حكينا عليهم، بين دارهم الأولى، دار من ماتوا، والشقة 213. ولن تتوقف جرائم دمار إلا وقت اللي تريسي إدواردز باش ينجم يفلت منه في جويليا زادة هو 91، ويجيب معاه الوحدات الأمنية اللي باش يعملوا الاكتشاف المذهل في داره. هل ولد دمار ليقتل؟ نحب ناخو رأيك في الموضوع، خاصة كي نرجعوا ونكتشفوا الظروف اللي عاش فيها. فما بعض المجرمة ساعات قلت لكم عليهم قبل ما عنيش برشا تفاصيل على طفولتهم، وفما عدد منهم اللي كنا حكينا أنه عندهم طفولة عادية. هذاك علاش كيما برشا قالوا لي في التعليق ما فماش واحد يتولد باش يقتل. فاهمينها هذه، انك يقول ولد ليقتل مش يعني تولد باش يقتل، يعني هل فما عوامل معينة عاش في ظلها هذا المجرم سرعت في عملية التحول متاعه من بشر إلى وحش. فيما يتعلق بدمار، اللي نعرفوه أنه الطفولة متاعه كانت صعيبة ياسر، فأنا معنى صعيبة مش طفولة صعيبة عليه هو، لا، طفولة صعيبة بحكم الظروف اللي عاش فيها. أم مريضة نفسيا، مرض نفسي حاد، عندها اكتئاب حاد جدا بصفة متواصلة. طرف الوقت اللي بوه كان يجي للدار كان ديما عرك ومعروك مع أمه، البو ما يترددش باش أنه يسبها، ينعتها أنها مريضة، وهذا الكل قدام هانتر. كان يشوف في العلاقة اللي صايرة ما بينات أمه وبوه حسب السيري توا بتاع نتفليكس، فأنه بوه هو أول واحد اللي خلاه يكتشف عالم التشريح، تشريح الحيوانات اللي باش يقول عليه من بعد المماتو، بداه مع أبوه وعمره 7 أو 8 سنين. كانوا يمشيوا للغابة اللي بحذاهم ويفركسوا على حيوان جيفة ويروحوا به ويشرحوه، ويبدأ أبوه يوري فيه هذايا القلب وهذايا الكبدة وهذايا الكذا. لكن من بعد بشوية بشوية مع الصراعات العائلية، مع أنه حتى حد ما كان لاهي بالصغار في وسط العركة ما بينات البو والأم، ولا نوعا ما انزوائي، تعدى أكثر فأكثر للعنف. عنف اللي شافوه عليه في وسط المدرسة متاعه، تحول اللي بدأ يظهر عليه بشوية بشوية مع وصوله لفترة المراهقة، ومع 18 سنة كما حكينا قبيلة، ومع اكتشاف أنه ميولاته الجنسية مهيش كما غيره من الأولاد في عمره حسب ما شاف وقتها، باش يبدأ برشا حاجات تخدم في مخه. أما علاش الواحد يتحول للقتل؟ وعليش للأكل متاع الضحايا متاعه؟ نقطة استفهام أنا ما عنديش لها جواب، كان أنت عندك جواب خليهونا في التعليق. في فيفري 1992 مشي تحكم على جيفري دامير بالسجن المؤبد 17 مرة بحسب عدد الضحايا متاعه، يعني سنوات السجن اللي تحكم عليه بها قاربت 1000 سنة حبس، 972 عام سجن باش تقرهم المحكمة في حقه. لكن سجن مش باش يعمل منه برشا، لأنه جيفري دامير كان من المجرمين اللي ما كانش عنده حسرة على اللي عمله، وإلا ندم على اللي عمله في الضحايا متاعه. كان مكروه ياسر حتى من قبل المساجين اللي كان موجود في وسطهم، كره
باش يتسبب في جريمة، المرة هذه في حقه هو. في نوفمبر 1994 كريستوفر سكارفر، واحد من المساجين اللي موجودين مع دامير، باش يضربوا ضربة بلالتير نتاع السبور، باش يقتلوا على عين المكان. هكا يكون دامير ما عداش عامين في الحبس قبل ما يتقتل تقريبا بنفس الطريقة اللي قتل بها هو ضحيته الأولى. كانت هذه قصة جيفري دامير. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. مرحبا بكم، حلقة جديدة من المحقق ولد ليقتل مع نقطة استفهام. حلقة جديدة باش تهزنا نحكيو على شخصية جديدة، شخصية إجرامية جديدة، شخصية إجرامية مثيرة الحقيقة، اللي عملوا في جرائمه خليه يتعاملوا عليه أفلام، لأنه فيه برشة تفاصيل، فيه معطيات، فيه حكايات تو تكتشفوها معانا. خلى أفلام، زوز أفلام شهيرة تتعمل عليه مع برشة 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 وثائقيات، فيلم في السبعينات وفيلم في الألفينات، 2007 تعمل عليه الفيلم. نحكي على الزودياك. الزودياك وإلا صاحب الأبراج، المجرم اللي باش يحير نيويورك لسنوات، لأنه كانت الضحايا متاعو يحددهم بحسب الأبراج، الأبراج الفلكية. كيفاش كان يعمل بالضبط؟ هذا اللي باش نشوفوه في حلقة اليوم. قبل ما نعطيكم التفاصيل، كان ما زلتش ما اشتركتش معنا في قناة اليوتيوب، ما تنساش أنك تشترك حالا، ولا تدعو أحبابك وأصحابك أنهم يشتركوا معنا، وفعل الجرس باش يجيك الجديد متاع القناة على أول ما يهبط. مرحبا بكم في حلقة المحقق ولد ليقتل، الزودياك صاحب الأبراج. حكايتنا لليوم تهزنا لنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، سنوات التسعين، بداية التسعينات. مجموعة من الحوادث باش تصير في نيويورك باستعمال السلاح، أما حتى حد الحقيقة ما هو باش يعطيها أهمية كبيرة. علاش؟ من توا نقولكم، كما برشا فيكم يعرفوا ديجا، اللي في أمريكا السلاح منتشر والسلاح مرخص، وكل واحد تقريبا ينجم يكون عنده سلاح، وبالتالي حوادث السلاح والكرتوشة الطايشة موجودة، وموجودة بكثرة مقارنة باللي عنا. هذيك علاش أول ما باش تصير جملة من الحوادث في مارس 1990 مش باش تجلب برشا انتباه. أول هذه الحوادث باش تصير تحديدا في 9 مارس 1990، باش يتضرب فيها ماريو أوروزكو، باش يتضرب بكرتوشة في ظهره. ماريو أوروزكو راجل يخدم على روحه، سكر المطعم متاعو، قصد ربي مروح في ثنية بروكلين لدارو، كرتوشة طايشة تضربه في ظهره. منع ماريو الحمد لله عليه، أما رغم التحقيق، التحقيقات مش باش تمشي لبعيد، لا هو شاف شكون ضربه، لا فما شهود عيان، والضربة جاته في ظهره، الدوسي تقريبا تنسى ومشي على روحه.
20 يوم من بعد بالضبط نهار 29 مارس 1990 ضربة أخرى في الظهر بالكرتوش باش يكون ضحيتها هيرمان مونتينيدرو، مش بعيد بالكل على مسرح الضربة الأولى. هيرمان مونتينيدرو شاب في الثلاثينات خارج من واحد من البيران في الليل، كيف نفس الشيء، باش تجيه كرتوشة في ظهره، مش باش يشوف شكون اللي أطلق عليه النار. ونفس العملية، ما فماش شهود، ما شافوا حتى حد، تنسى الملف. شهرين من بعد الضربة اللي باش تجي المرة هذه لجوزيف بروس في 31 ماي 1990 باش تكون مختلفة. جوزيف بروس رجل كبير من قدماء المقاتلين في الحرب العالمية الثانية، معروف في الجهة متاعو، فيتيران يقولوا الأمريكان، يخرج كل ليلة تقريبا من داره يتمشى بالعكاز متاعو ويخرج في الليل مخر بعد من نص الليل. الضربة متاعو جات قرابة مضي ساعة ونص متاع الصباح باش يتضرب بكرتوشة في ظهره، المرة هذه باش يموت. جوزيف مات والمجرم خلى بحذاه رسالة. رسالة اللي باش تكشف للعناصر الأمنية أنه الزوز حوادث اللي صاروا قبل ما همش كرتوشة طايشة، الحوادث الكل مربوطة ببعضها. في الرسالة هذه اللي باش تلقاها الشرطة بحذا جوزيف، باش يكتشفوا وأنه القاتل متاعه يسمي في روحه الزودياك. الزودياك يعني الأبراج الفلكية، صاحب الأبراج. في التصويرة هذه اللي باش يكون ملفت هو الدورة هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها. الدورة هذه شنو تعني؟ فيها ثلاثة أبراج. الثلاثة أبراج اللي قاعدين تشوفوا فيهم هما الأبراج متاع الضحايا الثلاثة اللي قضى عليهم الزودياك. آخرهم كما كنا نحكيه هو الفيتيران جوزيف. جوزيف اللي نحكيه عليه هو من برج الثور، وقابلوا هيرمان مونتينيدرو برج الجوزاء، وقابلوا ماريو أوروزكو برج العقرب، والزودياك اقتلهم بسبب أبراجهم. كيفاش؟ علاش يقتل فيهم؟ ما فما حتى رابط ما بيناتهم، قد ما بحثوا وشافوا بكشي فما علاقة، بلكشي البلاصة هي العامل المشترك، بلكشي العمر، بلكشي الخدمة، بلكشي النشاط، بلكشي كالعادة العناصر الأمنية في المناسبات هذه تبدأ تحب تفهم شنو اللي نجم يجمع ما بينات الضحايا الكل، ولكن حتى شيء ما يجمع بين الضحايا هذوما. الزودياك حاطتهم في دورة، داير كان ثبتوا معايا مليح، الدورة ماهيش كاملة، الدورة مفروض ما زالت باش تكمل. باش تكمل زعما هنا باش تتذكر شرطة نيويورك رسالة أخرى جات من بضعة أسابيع، حتى حد معطاها أهمية، رسالة وصلت للمركز. رسالة ممضات من الزودياك، والزودياك يقول في هذه الرسالة اللي بعثها، هذه هي الرسالة، يقول وأنه باش يقتل 12 شخص بحسب الأعداد متاع الأبراج. هوكا الرسم متاع السيركل متاع الأبراج على كل برج باش يقتل
شخص. وبالتالي يعني أنه باش يقتل واحد من الحمل، واحد من الثور، واحد من الجوزاء، واحد من السرطان، واحد من الأسد، واحد من العذراء، واحد من الميزان، واحد من العقرب، واحد من القوس، واحد من الجدي، واحد من الدلو، واحد من الحوت. باش يقتلهم حسب ما تقول الرسالة بسيكل معين، كل ما تتبدل الأبراج باش تكون عنده ضحية جديدة. وهنا جبدوا المحققين الكالندريه متاعهم وبداوا يحسبوا بين الجريمة الأولى والجريمة الثانية فما 3 أسابيع، بين الجريمة الثانية والجريمة الثالثة فما مجموعة من الأسابيع اللي تنطبق عليها الدورة متاع الأبراج. وبش يجيبوا عالم فلكي باش يحاولوا يفهموا منه كيفاش تصير الدورة متاع الأبراج، وشنو هو اللي قاعد يحكي عليه السيد زودياك هذا اللي يحكي على روحه. وهنا عالم الفلك باش يعطيهم زوز مؤشرات باش يفسر لهم حاجة كاتبها الزودياك اللي يقول ما نعملش جرائمي كان وقت اللي فما الحاجة الفلانية، هذه الأولى. والثانية باش يقول لهم وقتاش باش تكون الجريمة الجاية متاع الزودياك. باش يفسر لهم الخبير النقطة الأولانية المتعلقة بوقتاش هل الزودياك ما يعملش الجرائم متاعه، باش يقول لهم في جوابه أنه ما يعملش الجرائم متاعه وقت اللي يبدأ برج الجوزاء ومجموعة الثريا الأخوات السبع اللي هي مجموعة من النجوم اللي تجي في كوكبة الثور وقت اللي تبدأ ظاهرة في السماء ما يعملش الجرائم متاعه. أما في غيرها كل ما يدور السيكل يرتكب جريمة، كل مرة في شخص يحمل تاريخ ولادة معين وبالتالي عنده برج معين. الحاجة الثانية اللي باش يعطيها لهم الخبير الفلكي هو التاريخ متاع الجريمة الجاي. التاريخ الجاي باش يكون 21 جوان 1990. الشرطة في نيويورك دخلت بعضها، المعلومات هذه الكل كانت تخرج زادة في الصحافة، خاطر سبقتكم بالحديث صديقنا كان يبعث يخلي الرسائل متاعه رسالته خليها في مسرح الجريمة، أما زادة بعثها للنيويورك بوست أشهر جريدة في نيويورك وقتها، وقاعدين يتبعوا معاه بالخطوة بالخطوة والتحقيقات متواصلة وكل حاجة جديدة تتكلم عليها الجرائد. والجرائد تكلمت على 21 جوان وتكلمت على القاتل الشبح هذا الزودياك اللي قاعد يختار كل مرة في ضحية عندها برج معين. رعب بدا ينتشر في نيويورك، حتى أنه بعض الشهادات تقول ساعات وليد باش يتقرب من بنية هكا كان يسألها على البرج متاعها في إطار هكا التعارف. أخي أيامات الزودياك ولات الطفلة اللي يسألوها على البرج متاعها تقوم تسيح وتعيط تسخايبا، والسيد هذا نجم يكون هو الزودياك ما لم تعيش يسأل على البرج متاعها، ما هو ربما ناويلها على الشر. انتشر الرعب في صفوف متساكني نيويورك في انتظار 21 جوان 1990 وحضرت روحها الشرطة. شرطة نيويورك حضرت روحها المئات من الأعوان السيفيل باش تهبطهم، باش تهبطهم في بروكلين على أساس أنه بروكلين وضواحيها هي البلايس اللي مسنسة تصير فيها الجرائم.
في بروكلين مش باش يصير حتى شيء نهار 21 جوان 1990 في بروكلين. أما في مانهاتن باش يتقتل لاري بارهام، كان من الاس دي اف، ما عندوش وين يسكن، كان بايت في واحد من لي بارك، وتقتل بنفس الطريقة اللي صارت للأخرين، والمرة هذه تقتل في 21 جوان وهو من برج السرطان. الزودياك ضرب مرة أخرى مش في نفس البلاصة، ولكن في التاريخ الموعود وفي صاحب برج آخر من الأبراج، وخلى رسالة، رسالة أخرى، رسالة تعغش المرة هذه، على خاطر قلت لكم الرسائل الأولى اللي وصلت للصحافة وصلت للأمن اتحللت وتفليت. تحلل مثلا الخط، جابوا خبراء علماء في الخط، فما خبراء كان ما تعرفش في الخط ينجموا يقولوا الجواب هذا كتبوا نفس الشخص ولا لا، ينجموا يقرأوا حتى شوية من خلال الكتيبة متاع الشخص الشخصية متاعه. جابوا الخبراء هذوما باش يشوفوا الجوابات. وعلاش يجيبوا فيهم؟ على خاطر كانت ايديهم على قلوبهم لا يطلع الزودياك هذا هو الزودياك تاع الستينات. سان فرانسيسكو عرفت في الستينات والسبعينات مجرم آخر، قاتل متسلسل، تيورون سيري، اسمه الزودياك، كان يقتل بنفس الطريقة، يقتل في الناس اللي عندها الأبراج بنفس الطريقة، باش يقتل رسمياً 6 عباد رسمياً، لكن بصفة غير رسمية يقال أنه جرائمه بين 30 و200 جرائم بقات مقيدة ضد مجهول. السيد هذا عمره ما باش يتعرف. هذاك علاش وقت اللي جاهم في التسعينات هذا وقال لهم أنا الزودياك، أول حاجة أول رعب قالوا يظهرش الزودياك القديم تاع سان فرانسيسكو جاء لنيويورك، فقاموا بمقارنة الخط اللي موجود في الجوابات الجديدة بالخط اللي موجود في الجوابات القديمة، ولهنا العلماء الخط باش يكونوا حاسمين ماهوش هو بيدو. الزودياك هذا هو شخصية ثانية ما عنده حتى علاقة بالزودياك متاع السبعينات والستينات. المعلومة هذه باش تتكتب في الجرائد، والزودياك الجديد يقرأ برشا الجرائد، وهذاك علاش قلت لكم كان متغشش ياسر في الرسالة اللي باش يخليها. الرسالة امتاعه اللي باش يقول فيها أنه هو الزودياك، وأنه متغشش عليهم لأنهم يعتبروه ماهوش هو، باش يقول فيها لي هو الزودياك، وباش يزيد يخلي فيها مؤشرات جديدة. هذه هي الرسالة الثالثة اللي خلاها الزودياك، رسالة باش يرتكب فيها أخطاء اللي باش تخلي المحققين بشوية بشوية يبدأوا يفهموا شكون السيد ولا السيدة اللي قاعدين يفركسوا عليه. لأنه في الرسالة هذه بالذات اللي بعثها، بعثها في جواب، وباش بعث الجواب جاسي الزودياك باش يسكر الجواب، باش باش يعمل ها؟ ها؟ وبعد سكر سي الجواب. الأمن باش يحل الجواب منين تسكر باللعاب متاعه هكا شوية الرذاذ شوية بالكل متاع اللعاب باش يحلل الأمن، وباش يولي عنده لدين متاع الزودياك،
ولا عنده لدين متاع الزودياك بعد ما حضر البصمة متاعه. خاطر ما قلت لكمش اللي في الرسالة اللي قبلها تم استعمال أحدث أجهزة ومواد رفع البصمات في التسعينات، وتوصل الأمن بعد سلسلة طويلة عريضة من الاختبارات على الجواب، عملوا له برودوي معين، شيحوه، خلاوه يستنى، عملوا له سكانير، استعملوا أحدث التجهيزات اللي موجودة وقتها لرفع البصمات، ولقاو بصمة. القاو بصمة باش يقوموا بمقارنتها بكل البصمات اللي موجودة في أمريكا. الأورديناتور تاع الاف بي اي القدرة متاعه وقتها تعمل البصمة تقارنها بعشرين ألف بصمة في النهار، قادرة أنها تعمل المقارنة. لك ما لقوش البصمة متاعه، مش موجودة في سجلات البصمات. أنه بصمته مش موجودة في حد ذاته مؤشر، لأنه شكون اللي بصماتهم موجودة؟ فما عاملين في قطاعات معينة بصماتهم موجودة، كما البوليسية مثلا بصماتهم الكل موجودة، وقارنوا بصمات البوليسية. فما أي واحد عمل جنحة وإلا تشد بسبب قضية معينة بصماته موجودة، وبالتالي قارنوا البصمات مع بصمات الجانحين الكل ومرتكبي الجرائم، ما لقاوهمش. وبالتالي المؤشر أنه السيد هذا إما هو إنسان ما عندوش أوراق، ما عندوش وثائق، ما خدمش، ما دخلش الخدمة، ما طلبش خدمات اجتماعية، وإلا هو وليد صغير ما زال ما عملش بصمات في أي واحد من السيرفيس متاع الدولة. ربما نرجعوا لها من بعد. في الأثناء اللغز متواصل، عندهم لدين، عندهم البصمات، ولكن إلى حد الآن ما عندهم حتى مشتبه به، والجرائم متواصلة متاع الزودياك. لكن كي سمع في الجرائد مرة أخرى أنه البصمة متاعه موجودة وأنه اللعاب متاعه تمت الدراسة متاعه، هنا باش يشد فرام ويختفي عن الأنظار المدة معينة، يختفي عن الأنظار الأكثر من عام قبل ما يعاود يرجع بالجواب آخر المرة. هذه في الجواب هذا سي الزودياك باش يعلن على الناس اللي كانوا ضحيته، هو اللي باش يقول عليهم للأمن، باش يقول لهم مثلا أنه قتل بزوز كراتش باتريسيا فونتي في جويليا 1992، وأنه كيف كيف قتل جوزيف دياكاسيس تقريبا في نفس الفترة. وهنا زد باش يبعث الجواب اللي أعلن فيه الجرائم متاعه، واللي باش يكون موجود فيه مؤشر آخر باش تكون موجود فيها موجودة فيه حاجة تشبه الهذي. شفتوها هذه الرموز؟ هكا اكتب الزودياك، وإلا كان تحبوا بصفة أوضح الرسالة الرسمية متاعه كانت هذه. رسالة مشفرة، العناصر الأمنية لهنا باش تستحق لشكون يعاونها على رفع التشفير متاع هالرسالة هذه. شنو تحب تقول الرموز باش يكتشفوا من بعد أنه الرموز هذه اللي قاعدين نحكيوا عليها هي رموز تبعث إلى حروف
وقت اللي باش يركبوا الحروف مع بعضهم باش يتمكنوا من انهم يقراوا الرساله، الرساله اللي باش ياكد فيها انه هو الزودياك وانه مواصل في عملياته الاجراميه حتى لين يقتل 12 برج كيما وعدهم من الاول. ملا حيره وملا تكسير راس في هذا المجرم اللي توا ينشط إذن من مدة وحتى حد ما يعرف عليه حتى شيء. عندهم بصماته، عندهم لديان متاعه، ولكن ما يعرفوش شكون إلى حد الآن. وتتواصل الجرائم وبش يكون الضحية الموالي جيم فيبر في 4 جوان 1993. جيم فيبر اللي هو ميزان، من بعده باش يجي دور جوزيف دياكون عذراء في 20 جويلية 93، ومن بعد آخر الضحايا باش تكون ديان بالار وهي من الثور في أكتوبر 1993. بداية النهاية باش تكون مع السيدة هذي. علاش؟ لأنه بعدها باش نحكي لكم كيفاش باش يرتكب جريمة غبية باش تخلي الأمن يوصله. ثم اللي كان ملفت وغريب أنه هذه ثاني ثور يقتله جوزيف الفيتيران اللي حكيت لكم عليه قبيلة، هو زاد من برج الثور. كيفاش هذايا الزودياك يعمل هالغلطة وهو وعد أنه باش يقتل واحد على كل برج؟ من هنا بديت فما أسئلة حتى على كيفاش كان يختار في الضحايا متاعو. يا أخي كيفاش كان يعرفهم جماعة ذوما؟ ما يعرفهمش، ما عنده بيهم حتى علاقة لأنهم شافوا الناس اللي في دويرهم. كيفاش كان يعرف تواريخ ميلادهم؟ فما أعطى ليبوتيز، قال الزهر. فما شكون قال بالزهر كان يقتل في العباد بالدليل هاو قتل زوز ثور. وفما الجواب الأرجح إلى حد الآن، حتى حد ما يعرف كيفاش الزودياك كان يعرف أبراج وتواريخ ميلاد الضحايا متاعه. لكن شنو اللي باش يصير بالضبط ويخليه يرتكب الخطأ اللي باش يمكن العناصر الأمنية من الإيقاع به؟ مارس 1996، احنا عنا 6 سنين من سي الزودياك يقوم بالجرائم متاعو. المحققين يحققوا، فما سيلول كاملة موجودة في شرطة نيويورك وهي تبحث وتحقق، ولكن ما فما حتى نتيجة. تليفون مش يجي للعناصر الأمنية على ناس تحكي على صياح وعيات وضرب كرتوش عند الجيران. الأمن باش يتحول على عين المكان وباش يلقى هذا المشهد، باش يلقى بنية مضروبة في مخروقتها بالكرتوش، وباش يلقى شاب كيف كيف مضروب بالكرتوش، وفما وليد في العشرينات مسكر على روحه الباب وعنده سلاح، عنده برشا سلاح. هالوليد هذا اللي نحكيو عليه اسمه إيربيرتو سيدا ضرب أخته بالكرتوش، هي وصاحبها اللي كانوا في الدار وهو ما كانش موافق على العلاقة متاعهم، ضربهم الاثنين بالكرتوش، وتوا مازال يهدد ويتوعد، والعناصر الأمنية تحاول فيه باش يهدي روحه ويزي من الحاجات ديجا اللي عملها فيها البركة ويعطيهم السلاح متاعو ويسلم روحه. بعد 3 سوايع من المحاولات باش يقتنع سيدا باللي قالولو عليه العناصر الأمنية ويسلم السلاح متاعو اللي هو عبارة على مكحلة، معناها كان يستعمل فيها، باش يسلمها باش يتم إلقاء القبض عليه ويهزوه للمركز.
وفي المركز اول حاجه باش يقولوا له اكتب لنا سيدي شنو اللي صار اليوم بينك وبين اختك وصاحبها وفسر لنا شنو اللي عملته، اكتب انت بخط يديك ومن بعد صحح. وسي سيدا باش يكتب ومن بعد باش يصحح. كيفاش باش يصحح؟ باش يصحح برسم، رسم يشبه الهاف. هذا الرسم اللي صحح به إربرتو سيدا. الرسم هذا بالنسبة للباحث الأول اللي شافه ما جلبش انتباهه، هز الجويب ومشى به، مشى به لواحد من زملائه، مشى به الزميل معروف مليح عندهم غادي، معروف خاصة بتحقيقه في القضايا الكبرى، اسمه جوزيف إغبير. جوزيف إغبير هو كبير المحققين في ملف الزودياك. من اللي شاف الكتيبة والتصحيحة ضربوا الضوء، هذا هو الزودياك، هذا هو الزودياك اللي مفركسوا عليه عنا 6 سنين. يقول لي كيفاه طفل عمره 26 سنة؟ معناها وقت اللي بدأت الجرائم كان عمره 20 سنة. اي نعم، ما يكون كان هو الزودياك. داير تو فهمت علاش ما لقينالوش اثر للبصمات متاعو. 20 سنة كان عمره وقت اللي بدا عملياته الاجراميه، هكا باش يقول المحقق. باش يمشيو على الفور للمتهم سيدا ويواجهوه، انت زودياك؟ ابدا طبعا، باش ينكر مانيش الزودياك. الزودياك عمره ما يتشد، لكن هيهات فما برشا 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 معطيات ولات متوفره عليه اللي باش تخلي في الاخر انه فعلا يطلع سيدا هو الزودياك. قضية التحقيق في الزودياك يجب أن نقول لكم اللي هي تعتبر من القضايا النموذجية في الخدمة متاع الأمن وخاصة الطب العلمي. يعني اللي صار من اختبارات، من أبحاث عند الطب الشرعي، من تقارير تعملت، من رفع للبصمات، حاجة اليوم تدرس. الحاجة الأولانية الخط، وقع التعرف على التطابق في الخط ما بينات الجواب اللي كتبه سيدا بخطه في عملية اللي صارت مع أخته والجوابات الأخرى اللي بعثها على أساس أنه زودياك. ثانيا من خلال البصمات، البصمة متاعه تطابقت مع البصمة القديمة اللي تلقات في الجواب اللي تبعث متاع الزودياك. ثالثا الرذاذ متاعه اللي سكر به الجواب واللي قلت لكم طلعوا منه لديان، القاوه متطابق مع الدم متاع السيدة. مش باش تكون العملية صعيبة ياسر في أنهم يتأكدوا من أنه هذا هو الزودياك. 26 سنة هو مرتكب هذه الجرائم، في الاخر في الاخر جرائم وهي 3 قتلى و6 جرحى، جرحى بإعاقات كبيرة ياسر باش ترافقهم بقية العمر متاعهم. شنو كان ذنبهم؟ حتى شيء. كان ذنبهم انهم من ابراج معينة القاهم سيدا في طريقه نهار اللي قرر أنه يرتكب جريمة، وهو
قاتل جبان داير باش يقولوا عليه المحقين، لأنه في حتى واحدة من الجرائم متاعه ما واجه الضحية، كل جرائم تقريبا تعملت بالظهر، هو قاتل جبان. فكيفاش هالقاتل الجبان ولد ليقتل؟ هذا هو السؤال. هل السيد هذا ولد ليقتل؟ عمره 26 سنة، إربرتو سيدا. إربرتو سيدا ما كملش قرايته، خرج بكري من القراية، ثم كان بطال، يعدي أغلبية وقته في الدار مع أمه ومع أخته. إربرتو سيدا رغم تقدمه في العمر وعكس اللي موجود في أمريكا، فكالوقت بقى يسكن مع عائلته، ما خرجش من دارهم، لكنه محافظ جدا، بما أنه يصلي كل صلواته في الكنيسة. ثم الإمضاء متاعه اللي وريته لكم، هو يعتبر هذاك أنه نوع من الإمضاءات الربانية الإلهية. ثم اللي كان ملفت في إربرتو سيدا حسب ما قريت وشفت وسمعت عليه، الحقيقة أكثر حاجة ملفتة أنه كان يعاني من القلق. إربرتو سيدا كان يعاني من أنه ما يعمل في حتى شيء، فاهتم بالقتلة المتسلسلين وبدأ يقرأ عليهم ويشوفهم ايش عملوا ويشوفهم كيفاش عملوا، وحب يعمل حاجة اسمها الجريمة الكاملة، الجريمة اللي حتى حد ما وبش يوصل يعرفها. وهكذا انطلق في عالم الإجرام. يعني الملفت واللي أنا استغربت منه أنه عكس مجرمة أخرين عندهم طفولة معينة وظروف معينة، السيد هذا أكثر حاجة ظهر لي كان يعاني منها هي الجينيا، ما كان عنده ما يعمل، بطال، كمش قرايته، شاد نهار كامل الدار، ما يصحبش بنات، ما عندوش صحبات، لم يقم بعلاقات، ما خرجش من دارهم، سكن مع دارهم رغم تقدمه في العمر، متدين، محافظ، شخصية مسكرة على روحها. طريقة التنفيس الوحيدة للقاها هي أنه ينطلق في عمليات الإجرام متاعه. في جوان 1998 بشي تحكم على إربرتو سيدا الزودياك ولا صاحب الأبراج ب 231 سنة حبس، يعني السجن المؤبد، السجن مدى الحياة من أجل الجرائم اللي ارتكبها. إربرتو سيدا ما زال موجود حاليا في السجون وعمره فوق 50. ومن سخرية الأقدار أنه الأبراج اللي قال عليها أنه هي الوحيدة اللي قادرة أنها توقفه، وقت اللي تبدأ ظاهرة في السماء ما يلزموش يرتكب جرائم، هذه الأبراج كانت موجودة وقت اللي هو ضرب أخته وصاحبها بالسلاح. وفما شكون ملي يمنوا بالأبراج اللي يقولك هاوكا شفت كيفاش الأبراج في الأخر كما هو توقع هما اللي طيحوه. كانت هذه حلقتنا للجمعة هذه من ولد ليقتل. شكرا على حسن المتابعة.